مدى الحياة. عشان كده الرئيس أحمد سكوتوري رئيس غينيا في الوقت ده قدم كاس اللي بتلاقي نلعب عليها لغاية النهاردة. مفيش حد خد الكاس ده ثلاث مرات، كان الزمالك واخدها مرتين، خرج الزمالك السنة دي، النادي الأهلي واخدها مرة، كانوا ناويندي واخد ثلاث مرات، مرة في عهد كاس الرئيس مكرومة، مرتين في عهد كاس الرئيس مكرومة، ومرة في عهد كاس الرئيس أحمد سكوتوري. السيد عاطف صدقي رئيس الوزراء، عبد الحليم أبو غزالة، السيد عبد الحليم أبو غزالة الرئيس حسني مبارك يحيي الجماهير، أقول حوالي النهاردة 70,000 موجودين في استاد القاهرة. صفر وعلاء ميهود، حمد ابو راضي، ربيع ياسين، اسامه عرابي، اسامه عرابي، لحسام حسن، تاني لاسامه، لحسام، انما الثعلب، الثعلب يقطعها وتطلع بره، اثنين لابس الثعلب، اوف سايد للنادي الاهلي، وكوره العاليه، انما يور بالبوكس وتترد تاني لطاهر ابو زيد، وعاوز يرقص وبيحطها جنب القايم الشمال يا طاهر. يا سلام، محمد الصدي توقيفه مش وحشه، ومعاه وليد يرجعها لشوبير، شوبير لمحمود صالح، لابس 13 محمود صالح، وكندوره هنا لابس 13 على ميهوب، بيقطعها من جيستو، واوت للنادي الاهلي، حسام حسن، حسام حسن، تسع حسام، حسام حسن، وبيلعب كرة العرضية وبيحطها في جوله، بيحطها في جول الثعلب، الثعلب يغلط ويحط الجول الأول، الثعلب يغلط ويحط كرة حسام حسن العرضية على شمال يور ويجيب الجول الأول للنادي الأهلي. الثعلب أهو حسام حسن برجله الشمال، والثعلب بيغطي ويحطها قنبلة على شمال يور يجيب الجول الاول للنادي الاهلي. الثعلب بعد خمس دقائق، اتصدرت الكوره وترجع ثاني 1-0 للنادي الاهلي للثعلب، والثعلب بيلعبها ل 14 صبحي، صبحي ماشي وعنده فرصة يلعب الكرة عرضية، وبخرج رجلي من وتعدي، واقفة فرصة، فرصة لو لحقها وليد لربيع ياسين، تروح للعوني 14، عادل العوني بيلعب في خط الوسط، كان دورة طويلة، انما شوبير يطير، برافو يا شوبير، اثنين وتعدي محمود صالح، انما مغطي عبد براضي، وتتلعب وانفراد بسلام بانفراد بشوبير، ولسه وبيحطها وليد، وكورنر، ومنجستو بيلعبها ل 13 كندوره، وكندوره بيرقص وبيرقص كندوره وبيشوط كوره حلوه بشماله، انما في ايد احمد شوبير، وربيع ياسين جاله علاء ميهوب، حطها ربيع ياسين، ما لهاش غير الاوفر، والاوفر وبيحط حسام حسن، وحسام حسن لما راح لا 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 قبل الجول مصفر لراش، مدي ضربة حرة غير مباشر، رافع ايده لراش، محمد لراش من المغرب، حسام حسن وتنجا، حسام حسن وخلصها حسام حسن، وبيلعب كرة أرضية، وأيمن، يا أيمن يا أيمن، ده خلص لك كرة حلوة حسام حسن، إن حمد أبو راضي بيلعب الكورنرز وتعدي يور يا راجل، دلوقتي جايب 75 جول في البطولات دي، واتلعبت لتنجا من طارق، وتنجا بيعكس كورة وتعدي وبيحطها وبيحطها، انما هنشوف لراش مدي 11، اسامة ادريس مدي فاول على انه اسامة زايق، حلوة حسام، وحسام لطاهر وطاهر 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 والعوني، انما بيخلصها مجد مرجان لابراهيم حسن، وابراهيم حسن لمحمود صالح، محمود صالح لاسامة عرابي، وماشي اسامة عرابي، اسامة عرابي، وأسامة عرابي لمحمود صالح، أول مرة محمود يطلع، وبتكعب كويسة لأسامة، أسامة وبيلعبها وحشة، الثعلب مغطي،
الثعلب مغطي وتروح لربيع ياسين. ربيع ياسين لطاهر ابو زيد، لمها نفسه كويس طاهر، طاهر والثعلب وبيفوت من الثعلب انما لسه معاه وياخد كورنر طاهر ابو زيد. كورنر للنادي الاهلي 75 جول النادي الاهلي يجيبهم في بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري بالجول اللي جابه الثعلب. وطاهر ابو زيد لعبها سياره الحمدي حمد ابو راضي لطاهر ابو زيد وبيلعبها بالعرض انما بيطلع وتلعب تاني طاهر ابو زيد وبيحطها ايمن شوقي وبيحطها ايمن شوقي. ايمن شوقي يجيب الجول الثاني في الدقيقه قبل الاخيره من بدايه الشوط الاول. ايمن شوقي يا سلام يا سلام يا ايمن، يجيب الجول ال 76 للنادي الاهلي في بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري. ايمن شوقي ده الماتش ال 18 لايمن شوقي في بطولات افريقيا مع النادي الاهلي. كان جاب جولين قبل كده يبقى ده الجول الثالث ليه، انما الجول ال 76 اهي مرفوعه مرفوعه وايمن شوقي بدماغه زي ما قلت لحضراتكم الميور طويل انما ما بيتابعش كوره عرضيه كويس. كان جاب جول ايمن شوقي مع الجهود السود لما الاهلي تعادل 1-1 في رواندا جول التعادل، و كان جاب جول لما الاهلي كسب لفارتز بطل كينيا 6-0. النهارده ايمن شوقي يجيب الجول ال 76 للنادي الاهلي في بطولات افريقيا للانديه ابطال الدوري. والجول ال 121 في تاريخ النادي الاهلي ومشواره الافريقي. بيعترضوا على الجول معرفش ليه، وادي كابتن طارق سليم مدير الكوره وصلاح حسني مساعد مدير الكوره مبسوطين طبعا مبسوطين طبعا. 2-0 اطمن 2-0 اطمن النتيجة 2-0 اطمن. يا ترى يا ترى النادي الاهلي يقدر يكمل المشوار زي ما قلت لحضراتكم في اخر دقيقة على ساعة ايمن شوقي يجيب جول حلو. متابعة هايلة وكرة عرضية ظريفة وهجمة منظمة محمود صالح كان طلع فيها مع سامع عرابي وطاهر ابو زيد والكرة العرضية وايمن شوقي يحطها بدماغه. وبطولة الابطال الدوري تولى تدريبه خلال مشواره الافريقي 7 مدربين كلهم ساهموا في البطولات اللي خدها النادي الاهلي. يا سلام طاهر ابو زيد يطلع ويطلعها والتانجا والتانجا وكره مش اوف سايد وتروح انما هنشوف مدي فاول مدي فاول لراش وماشي ايمن اللي جاب الجول الثاني ايمن تعالى معه وبيخلصها على انما برافو برافو يا طارق يا طارق. يعني الهلال عمل التغييرين بتوعه وكورنر من ناحيه اليمين والكره العاليه وكادوجلي ويحطها شوبير كورنر تاني وادي كادوجلي وهجمه تانيه وبيشوط من بعيد جلال كادوجلي فلسه وشه وارم انما عاوز يلعب. شرف كبير طبعا انه النهارده يشارك في النهائي واذا استلم الكاس لان قبل كده كان مصطفى عبده الكابتن هو اللي بيستلم الكاسات هيبقى شرف كبير ليه. تبقى البطوله الخامسه للنادي الاهلي في مشواره الافريقي وحمد ابو راضي لحماده صيدي وسام عرابي حماده صيدي وحماده صيدي ورا الشوبير محمود صالح ومع حمد دفع الله رجعها لشوبير شوبير لعلاء ميهوب اهو محمود الخطيب باين قوي عينه ورمى الشمال وحماده صيدي وحماده صيدي ما يلحقهاش ايمن شوقي وياخد اوت جمال وياخد اوت رقم ثلاثه مجدي مرجان مجدي مرجان بيرجعها للثعلب والثعلب ليو يون لتنجا وتنجا لطارق ادم لتنجا وتنجا وحسام حسن وياخد فاول تنجا هيخرج ايمن شوقي وينزل محمود الخطيب ايمن شوقي وهينزل محمود الخطيب
49 ماتش افريقي محمود الخطيب، كابتن محمد حسام، كابتن انور سلامه، محمود الخطيب. 49 ماتش افريقي محمود الخطيب و37 جول جايبهم محمود الخطيب للنادي الاهلي في مشواره الافريقي. وما زال هداف البطوله دي، جايب 5 اجوال لغايه دلوقتي. يكلموا جيف باتلر. جاب 3 اجوال فيليب بارتس بطل كينيا، عمل هاتريك لما الاهلي كسب 6-0. وجاب جول عظيم، اخر جول جابه في كوتوكو لما كسبنا 2-0 في الدور قبل النهائي، الجول الاولاني لما خدها مباشر. خرج ايمن شوقي ونزل محمود الخطيب. بيهنيه انور سلامه على ان ايمن جاب الجول الثاني ونزل محمود الخطيب. هيلعب طاهر قدام هو حسام حسن، والخطيب هيلعب في خط الوسط. فاول للهلال. يا ترى الخطيب يقدر في الربع ساعة دي يجيب له حاجة؟ زي ما قلت لحضرتك جاب 37 جول وهداف النادي الأهلي في البطولة دي، جاب 5 أجوال. الجول العظيم اللي جابه، الجول الحلو في كوتوكو، الجول الأولاني ما ننساهوش أبدا. وفاول حمد دفع الله بيلعبها، انما طاهر ابو زيد بيرجع مع منجستو، وطاهر بينط كويس وتعدي وتروح لاسامه، اسامه عرابي، اسامه عرابي، اسامه عرابي عاوز يرقص، انما مرجان والثعلب ويطلعوها بره. مجدي مرجان والثعلب يطلعوها بره اوت، وتتلعب من حسام حسن للخطيب، والخطيب الخطيب الخطيب الخطيب، وبيلعب كره بالعقل لعلامه يهوب. اي كره الخطيب طبعا ليه شعبيه كبيره، الناس بتحبه لانه عمل تاريخ الحقيقه الخطيب. ومحمد سعد، ومحمد سعد، انما الثعلب ودفع الله ومنجستو وطارق ادم لتنجا الباك الشمال. تنجا مغلوبين 2-0 وماشي تنجا مع ابراهيم حسن، ويعدي من ابراهيم حسن، وابراهيم حسن بفدائيه. يا سلام ابراهيم بفدائيه، ثبت اقدامه الحقيقه ابراهيم حسن. واوت من ابراهيم حسن، هيلعبها تنجا، تنجا وتترد، ومحمد سعد، ويطلع محمود صالح والثعلب، واوف سايد اسامه ادري او اسامه الصغر، اسمه الشهره الصغر لانه جاي من نادي الصغر البورسودان، هو اسمه اسامه ادريس وثاني موسم ليه رقم 11 اسامه. جلال كادوجلي بيحلى على حماده، حماده لعبها لشوبير، رقم 7 جلال كادوجلي اول موسم ليه مع الاهلي مع الهلال، لانه انضم من الاهلي كادوجلي. وادي علاء ميهوب 14، علاء ميهوب لاسامه عرابي، لعلاء ميهوب، حمد ابو راضي، طاهر ابو زيد، حمد ابو راضي المعلم النهارده، طاهر ابو زيد خط وسط النادي الاهلي، لحماده صدقي، حمد ابو راضي، منجستو، وليد طاشين، هاتوا خد مع منجستو، وناحيه اليمين لجمال خميس ثعلب او شهرته الثعلب، وثاني منجستو فوق فوق، انما نشيط جدا منجستو بيلعب في خط الوسط، هو اسمه شهرته واسمه عبد العزيز زكريا واسم الشهره منجستو، 24 سنه من نادي النيل بالخرطوم، اول موسم ليه مع نادي الهلال، انما فعلا كسبوا نادي الهلال، طول وفكر ومهاره مش بطاله في خط الوسط ومجهود كبير. لعب 15 ماتش دولي للسودان منجستو. ابراهيم حسن، صبحي، صبحي، حماده صدقي، حمد دفع الله، وليد، تاني حماده، وسام عراضي ومعاه حمد دفع الله، تطول وتروح للثعلب، والثعلب لطارق ادم، وطارق ادم لكادوجلي، محمود صالح، ما تلاقيش غير تنجا. 35 دقيقة من الشوط الثاني و2-0 منجستو، أقول بقول لحضراتكم عليه كسبوا فعلا نادي الهلال، لأن أول موسم ليه مع الهلال، وبينادي لكادوجلي وليد اللي ما راحولوش في الحتة اللي هو عاوزها. تروح لشوبير، كرة منجستو
رقم 10 بقول لكم ما كانش موجود لما نزل الخطيب، هنشوف فانيلا رقم 10. الثعلب على ميهوب 14، الخطيب هو رخم 10، لعلاء ميهوب للخطيب، عاوز يلعبها له بالكعب ما توصلش وياخدها منجستو. برجل ما شاء الله منجستو لصبحي لتنجا الباك الشمال، ومعاه ابراهيم حسن، ياخدها ابراهيم حسن للخطيب، خطيب خلصها كويس من تنجا، خطيب ولعبها يلعبها تخوض مع طاهر وتروح للخطيب، وتروح للخطيب، والخطيب بيلعب الكره العرضيه وتعدي لاسامة عرابي، انما يلحقها قبليه. يا سلام يا طارق، يا سلام يا سلام محمد، طارق ادم خلصها كويس قوي، طارق ادم ويلعبها ناحيه اليمين لاسامه، اسامه الصاغ وفاول، فاول على ان اسامه زائق حماده صد. لعبت حلوه قوي للخطيب، رقم 10 ده اعظم لعيبه في العالم بيلبسوا رقم 10، بيليه ومارادونا وبلاتيني شفناهم كلهم، وجاري لينكر نجم انجلترا وهداف كاس العالم 86 في المكسيك، جاب 6 جوان، اشترى برشلونه ب 3 مليون جنيه استرليني، كل دول بيلبسوا رقم 10. عندنا هنا محمود الخطيب رقم 10 في الملعب، وعندنا وليد طاشين من نادي الهلال، حماده صدقي، احمد شوبير، طاهر ابو زيد اللي عمل الكره اللي فاتت الحلوه للخطيب، طاهر ابو زيد بيلعبها لحسام، اللي بيلعبها لابراهيم حسن، تروح لحسام حسن، الاثنين طبعا شكل بعض والاثنين حاتفين ناحيه اليمين، وياخد اوت النادي الاهلي، هيلعبها محمود الخطيب، لعبها لطاهر ابو زيد، عاوز يشوف ما اتلم فوق، ما تلمش عليها طاهر كويس، كلها من مسافات. طاهر ابو زيد النهارده ما تمكنش من كره قريبه غير اللي لعبها بيمينه اول الشوط الاولاني، ومشيت جنب القايم الشمال ليور السيد الرئيس، بعيد طبعا للنادي الاهلي ورجاله النادي الاهلي، كسبانيه 2-0. محمد دفع الله، طارق ادم، تنجا لما تيم الهلال الحقيقه مش يائس وبيلعب، ونتائج كبيرة حققها مع أندية كبيرة زي ليفنتوس وكانو نياويندي، وأدي أسامة عرابي، علاء ميهوب، إبراهيم حسن، أسامة عرابي عامل مجهود كبير قوي في خط وسط الأهلي، أسامة عرابي، حسام حسن، طاهر، خطيب بيتزحلق رقم 3 مجدي مرجان، ويقطع على 16 صبحي، وصبحي بيلعبها الوليد تتخطف حمدة برادي، نقدر نقول إنه نجح في خط الوسط وفي وقدر كابتن انور وبتلر يوظفوه مكان مجدي عبد الغني وبدر. وادي علاء ميهوب للخطيب، ادي مره شفناه ناحيه اليمين والمره دي ناحيه الشمال، وبيعكسها جوه المنطقه تنجا، مغطي تنجا، والكره طويله ناحيه اليمين لصبحي، صبحي كدوجلي وتعدي محمد سعد وصبحي، والكره العرضيه انما برافو يا شوبير لحقها والله قبل اسامه الصاغ، كوره حلوه قوي كدوجلي، سريع جدا كدوجلي اللي نزل في الشوط الثاني، جلال كدوجلي اول موسم ليه مع نادي الهلال، ولعب كوره عرضيه حلوه لما شوبير، برافو يا شوبير. بدايته مع الاهلي كان موسم 84 شوبير، لما دلوقتي جول مصر. على ميهوب 14، محمود الخطيب كابتن الاهلي دلوقتي، محمود الخطيب بعد ما نزل، يا سلام والكره حلوه لعلاء، ولا براسيو انما يور ياخد، يا سلام يا خطيب، يا سلام يا خطيب، لمحه حلوه وقفها وبالمسطره وبالمقاس، شيبنج عملها من فوق مجدي ومن فوق طارق العلاء، انما يور ياخد. وادي الخطيب تاني، لمسات حلوه، صحيح الجهد قليل شويه انما يعني الكره الحلوه حلوه، يا سلام يا سلام، كل كره للخطيب بيمضي عليها بيبقى لها شكل. محمود الخطيب، وسام عربي، محمود الخطيب، محمود الخطيب بالعالي، وسام وسام حسن، وسام حسن، يا سلام يا سلام يا خطيب، الناس 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 هنا ما تصوروش مشاعرها قد ايه مع محمود الخطيب، كل كره محمود الخطيب عمل شكل كبير للفرقه، وطاهر وتتلعب لعلاء ميهوب وسام عربي وطاهر ابو زيد، وبيشوط طاهر ابو زيد كورتين حلوين، عاملها واحده لعلاء ميهوب واحده لحسام، خالصين
حمادة صدقي، محمد سعد، لأحمد شوبير. أحمد شوبير 40 دقيقة و 2-0 أهلي. خطيب، يا سلام يا خطيب، خطيب لمسات حلوة والله، والكرة تعتبر جزء من جسمه، وقفها زي ما عاوز. يا سلام يا سلام، شوف رقص الراجل ازاي، دفع الله، حمد دفع الله، ولعبها لعلاء ميهوب، وعلاء ميهوب، وطلع له أسامة، وأسامة عرابي، أسامة عرابي، أسامة عرابي، ومحمد سعد، وأسامة بيخرم من واحد واثنين، وأسامة عرابي وبيحط وتترد، يا سلام، ها ها ها، فوق 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 يا ابراهيم، ابراهيم حسن متابع، ابراهيم حسن هو رقم اثنين شكله حسام بالظبط، وحطها فوق. انما الجيم حلو قوي في العشر دقايق الاخرين لما نزل محمود الخطيب، وعلى ميهوب حمد ابو راضي، وياخد فاول نادي الهلال. انما رقص الراجل الخطيب، عارف بيعمل ايه ومهارات وفكر، الكينج محمود الخطيب ما فيش كلام. مجدي مرجان لتنجا، لتنجا، والهلال بيحاول، والهلال بيحاول، ومش اوف سايد، وبتتحط بتتحط، واقفين على انها اوف سايد، انما مش اوف سايد. وكادوجلي رقم 7 لعبها بدماغه فوق، وما كانش رافع الرايه محمد بحار، يعني لو كانت جت جول كانت تتحسب جول. ما زالت النتيجه 2-0 للاهلي. سيداتي انساتي ساداتي، وفي اخر دقائق الشوط الثاني من اللقاء التاريخي بين الاهلي والهلال في نهائي بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري ال 23. شوبير مع الاهلي شارك في 5 بطولات للدوري و4 بطولات للكاس، شوبير وكل البطولات الافريقيه. مجدي مرجان، محمد سعد، طاهر ابو زيد، اسامه عرابي، هو والثعلب، هو والثعلب، وبيحطها حلوه لطاهر، انما بيزحلق مجدي مرجان ويرجعها ليور. الثعلب ده جابوه زي ما قلت لحضراتكم من نادي الاتحاد، اول موسم ليه. وعشرة وليد بيلعبها لاسامه، انما تتخطف. محمد سعد لابراهيم حسن اللي شاط الكوره اللي فاتت الحلوه فوق العارضه ابراهيم، وتروح لعلاء ميهوب، علاء ميهوب، ابراهيم حسن، وابراهيم حسن لعلاء ميهوب، محمود صالح 13، محمود لحسام، طاهر، علاء بره، اوت مدي عبد العال الناصري، اوت للهلال. على ساعتنا فاضل دقيقه وينتهي الشوط الثاني. وتنجا بيلعبها لكادوجلي، جلال كادوجلي، انما مع محمود صالح، محمود صالح وكادوجلي، محمود صالح وكادوجلي، وياخد فاول طبعا كادوجلي ماسكه محمود صالح. ظبطوا ظبطوا لاراش، لانه جنبيه مفيش نص متر لاراش من المغرب، محمد لاراش. وتنجا وحمد ابو راضي بيعطل اللعب. تنجا تنجا، الجمهور بيصفر، عاوز يشوف اللحظات السعيده، والاهلي بيستلم، وشوبير، برافو يا شوبير، شوبير ينط وياخدها من فوق الناس كلها. بيلعبها لمحمود الخطيب، بناقي اماكن كويسه محمود الخطيب، ماشي الخطيب، يا سلام بكعبه لاسامه عرابي، عاوز يسعد الناس دي بقى، وعلاء ميهوب، وطاهر ابو زيد، اهو مفيش حد احسن من حد، كعب الخطيب يبقى كعب الطاهر، وحمد ابو راضي، وحسام حسن، ترقيصه حلوه، وعاوز يلعب الخطيب، فعلا لعبها الخطيب، والخطيب بيلعبها لطاهر، وطاهر عاوز يشوط، وبيشوط تعمل بند، انما في ايديور، في ايديور تضعف وتروح في ايديور. السيد الرئيس حسني مبارك، الدكتور عبد الاحد جمال الدين، سيد علي لطفي، سيد عاطف صدقي، كل دول مبسوطين، وكادوجلي وشوبير، وفاول لاحمد شوبير. على ساعتنا وعلى ساعة الاستاد انتهى الوقت الاصلي، انما ساعة لاراش لسه. ساعة أنا وساعة الاستاد ما لهمش قيمة، هو محمد لاراش هي ساعته اللي بتدي. محمود صالح لشوبير، ال 80,000 اللي موجودين مستنين صفارة النهاية، وادي علاء ميهوب، وأسامة عرابي، علاء، علاء ميهوب، طاهر أبو زيد، طاهر أبو زيد، محمود الخطيب، محمود الخطيب بيرقص، وعلاء ميهوب للخطيب،
يا سلام تابلو من تابلوهات الخطيب والحسام حسن. نصب لنا تابلو من تابلوهات الخطيب. يا سلام يا خطيب. وطارق، وطارق ال 16 صبحي. ربع ساعة حلوة حلوة. الخطيب بيقسم جوه الملعب. وستة طارق آدم بيلعبها للثعلب، والثعلب لكادوجلي. جلال كادوجلي سبعة، لعيب خطر برضه كادوجلي ده والله. وتروح لوليد، وليد وعاوز يشوط وليد، وشوطة حلوة، برافو يا وليد. وليد إنما جنب القايم اليمين لشوبير. وليد طاشين 20 سنة، وزي ما قلت لحضراتكم ثالث موسم ليه مع نادي الهلال وليد. لما مستقبلهم كويس كل لعيبة الهلال صغيرين في السن. ويصفر فعلا محمد لراش عشان ينهي اللقاء التاريخي للنادي الاهلي، بين النادي الاهلي وبين الهلال السوداني في نهائي بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري 23 ال 23. ويفوز النادي الاهلي على شقيقه وزميله وتوامه نادي الهلال 2-0. بنقول مبروك للنادي الاهلي هذا الفوز، وبكده كملت بطولاتك الى 5 بطولات افريقيه وانجاز كبير. 3 للأندية ابطال الكؤوس، ومرتين للأندية ابطال الدوري. رايح محمود الخطيب بيسلم على يور، وطبعا نقول مبروك لمصر. اللوحه، لوحه الاستاد، والاستاد بتاعنا من اعظم 3 استادات في العالم، استاد القاهره، والميداليات التذكاريه، والسيد الرئيس محمد حسني مبارك، والدكتور عبد الاحد جمال الدين، والسيد علي لطفي، والسيد عبد الحليم محمد نائب رئيس الاتحاد الافريقي. في ماسوره الاستاد مستنين الفريق الفائز عشان نسلم الجوائز. قبل الماتش كان الدكتور كمال شداد